اهلا وسهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامجكم Learn English على المشي. لسه مستمرين معاكم في كورس الكونفرزيشن. اخدنا قبل كده 5 أو 6 حلقات في كورس الايديومز واخدنا حلقتين كورس الكونفرزيشن. النهاردة هنكمل برضو كورس الكونفرزيشن علشان يبقى عندنا حصيلة كبيرة جدا من الجمل اللي احنا ممكن يعني نقدر اللي احنا نستخدمها في اللغة الانجليزية بصورة بسيطة وبصورة سهلة. Let's go. أول جملة معايا النهاردة وهي anything else. Anything else. Anything else. Anything else. دي معناها اي شيء اخر، وخاصة لما حد يجي يتكلم معاك ويطلب منك حاجة فانت هتقول له حاجة تاني. anything else. as you want. as you want. as you want. زي ما تحب، وده تستخدم في التفضيل. يعني لو انت مثلا دخلت انت وزميلك محل وهتختاروا ما بين تيشرتين، تقول له التيشرت ده احسن ولا التيشرت ده احسن، اللون ده افضل ولا اللون ده افضل، فانت هتقول له as you want، زي ما تحب او كما تشاء. attention please. attention please. attention please. دي معناها انتبهوا من فضلكم. ولو في محاضرة كبيرة جدا وفي نوع من انواع الضوضاء شوية، وهتلاقي الدكتور او البروفيسور اللي بيديك المادة هتلاقيه بيقول لك attention please، معناها انتبهوا من فضلكم. come around for a coffee. come around for a coffee. come around for a coffee. دي معناها تعالى اشرب قهوة. وفي الغالب في المصريين على طول دايما بيقولوها لما حد بيعدي من قدامهم، سواء انت قاعد في الشارع او فايت على مكان معين وحد قابلته، فهتقول له تعال اشرب قهوة معايا او تعال اشرب شاي معايا. come around for a coffee، وممكن اقولها come around for a tea، تعال اشرب معايا شاي. come on. come on. come in. come in. come here. come here. come on معناها هي، اللي هي بتساوي let's. لو جيت قلت لك come on بتساوي equal let's، واللي وراها هناخد come in معناها ادخل. لو في حد بيخبط على الباب هتقول له come in معناها ادخل. come here معناها تعالى هنا، ودي بتتقال في الفصل كتير. come here معناها تعالى هنا. mistakes happens even to super geniuses. mistakes happens even to super geniuses. دي معناها الاخطاء بتحصل في احسن العائلات، ولو في خطأ انت عملته حاسس ان انت محرج منه او في حاجة كده مش مزبطة، فالجملة دي بتتقال mistakes happens even to super geniuses، معناها بتحصل في احسن العائلات، والمعنى الحرفي بتاعها happen in the best families. happen in the best families. that's fascinating. that's fascinating. that sound great. that sound great. that's exciting. that's exciting. كل دول لو حد لابس حاجة جديدة، لو حد بيتفرج على الفيلم اول مرة اللي انت تشوفه ومعجب بالشيء ده جدا، فانت هتقول له that's exciting. كل التعبيرات دي تنفع. that's exciting. that's sound great. ودي that sound great ممكن تقولها لو حد لابس تشيرت حلو كده وعاوز تجامله وعاوز تقول له التشيرت ده جميل جدا، فانت هتقول له that's sound great. و that's fascinating
ده مش مدهش وعظيم، ده برضو تنفع في اي حاجة انت عاوز تعبر عن اعجابك ودهشتك بيها. I will never forget you. I will never forget you. I will never forget you. طبعا انا مش هنساك ابدا، دي جملة مهمة جدا. Give me your hand. Give me your hand. Give me your hand. دي معناها ساعدني، اللي هي بتساوي help me. That's good for you. That's good for you. That's good for you. ده معناها ده كويس ليك او ده شيء كويس بالنسبة لك. Hurry up. Hurry up. We don't have much time. We don't have much time. Hurry up, we don't have much time. دي الاتنين يعني يمشوا مع بعض. أسرع، احنا ما عندناش وقت. Sorry. Sorry to disturb you. Sorry to disturb you. Sorry to interrupt you. Sorry to interrupt you. Sorry to disturb you. آسف على إزعاجك، دي لو حد نايم وانت اتصلت بيه في وقت مش مناسب، وأول حاجة هتقولها له sorry to disturb you، ده أساسي، آسف على إزعاجك. و sorry to interrupt you معناها آسف على مقاطعتك، لو انت حد بيتكلم في التليفون رحت انت داخل في وسط الكلام وهتقول له أكيد sorry to interrupt you، آسف على الإيه؟ آسف على المقاطعة. Are you kidding? Are you kidding? Are you kidding on me? Are you kidding on me? دي معناها ان انت بتهرج او انت بتضحك، ايه بتضحك عليا، خاصة لو يعني حاجة غير متوقعة. لو انت صحيت الصبح مثلا قلت لك يعني قلت لك اي شيء غير متوقع، ده احمد سافر روسيا، ايه ده؟ انت بتهرج؟ Are you kidding؟ انت بتهرج عليا صح؟ It's kind of you. It's a kind of you. It's a kind of you. ده او هذا لطف منك، ده بيتقال لما حد يعمل فيك حاجة معروف او خدمة، او حد مثلا لقى معك شنطة تقيلة ووصلك مثلا للبيت فتقوله It's kind, thank you. It's kind of you. ده والله ده ايه، ده من ذوقك وادبك. It's a kind of you. It's necessary. It's necessary. It's not necessary. It's not necessary. ده ضروري جدا وده مش ضروري جدا. طبعا ده ليها مواقف كتير جدا. لو قال لك مثلا حد ان انت من الضروري جدا ان انت تتعرف على ناس جديدة، وان انت تروح الجيم، وان انت تبتدي ان انت تذاكر حاجات او مواد انت متعرفش عنها حاجة وتعرف لغات تانية، يبقى it's necessary ده ضروري جدا في الزمن ده. وعكسها بقى it's not necessary، ده مش ضروري خالص. Have a nice day. Have a nice holiday. Have a nice weekend. طبعا have a nice دي كلها اصلا معناها سعيد، يبقى يوم سعيد مع الday. holiday اجازة سعيدة، و have a nice weekend معناها weekend سعيد. It's not a problem. It's not a problem. It's not a problem. No problem. No problem. طبعا دي معناها مفيش مشكلة. لو حد قال لك هعمل شيء معين في الوقت ده او في المكان ده، فانت هتقول له no problem. Do you have any problem؟ هل انت عندك اي مشكلة؟ طبعا انت هترد عليه تقول له no problem. Maybe you are right. Maybe you are right. Maybe you are right. ربما تكون انت صح. وده طبعا بيتقال لما يكون في مشكلة معينة وبنعالجها مع بعض وفي اراء مختلفة، فحد قال رأي فانت هتقول له maybe you are right، ربما والله ان انت تكون ايه صح. I am sorry. That's all right. I am sorry. That's all right.
I am sorry, that's alright. طبعا أنا آسف الرد بتاعها هيكون ولا يهمك. ودي طبعا توضيح بسيط ان لما حد يقول لك انا اسف وانت ترد تقول له ذاتس اول رايت ولا يهمك، ده معناه ان انت خبطته مثلا بدون قصد، عملت حاجه بدون اي وجه اللي هو يعني عند او حاجه، فانت هتقول له ام سوري انا اسف جدا والله، فانت هيرد عليك على طول تقول له ذاتس اول رايت ولا يهمك، مفيش اي مشكله ايه خالص. تراست مي، تراست مي، I will never disappoint you. I will never disappoint you. ثق فيا، أنا مش هخيب ظنك إيه أبدا. دي بتتقال كلها على بعضها على فكرة، يعني trust me، ثق بي، I will never disappoint you، أنا عمري ما هخيب إيه، عمري ما هخيب ظنك. I can't trust you anymore. I can't trust you anymore. أنا استحالة نصت إن أنا أثق فيك تاني. I want to see you. I wanna see you. I want to see you. I wanna see you. دي معناها ايه بقى؟ معناها انا عاوز او اريد ان اراك، لكن هنا التريك هنا في النطق. I want to، دي دايما على طول بنقولها I want to، لكن في البريتش والامريكان بتقول I wanna. I wanna، يبقى I wanna see you الناس بتفتكرها wanna دي معناها ايه؟ معناها فعل تاني او كلمة تانية احنا ما نعرفهاش، لا هي want to في النطق بتاعها السريع بتاعها I wanna. I wanna wherever you go I will be with you. Wherever you go I will be with you. فين ما تروح انا هبقى معاك. You are fire. You are fired. fire دي معناها مطرود، وخاصة في الشغل لو حد مثلا المدير بتاعك انت اتخانقت معاه جامد وعملت معاه مشكلة، فيقولك you are fired يا أستاذ انت مطرود، أو بمعنى صح مرفوض، يبقى you are fired معناها انت مرفوض. You are fired بتساوي you are sacked. You are sacked. You are sacked. sacked برضو معناها مطرود. لو جه حد سألك بقى يقولك انت why are you fired، انت ليه اتطردت او ليه اترفدت من شغلك، هتقوله I was fired، انا اتطردت او اترفدت من شغلي for being late، لان انا اتأخرت، يبقى I was fired for being late. I was dismissed from my job. I was dismissed from my job. دي برضو نفس المعنى، انا طردت من عملي او اترفدت من عملي. في فرق بقى ما بين الطرد وما بين الاستقالة. الاستقالة اللي هي resigned. I resigned from my company. انا استقلت من الشركة بتاعتي، او I resigned from my school. انا استقلت من المدرسة. دايما بيجي معها مكان، مش استقلت من شغلي، لا هي استقلت من الشركة، استقلت من المدرسة، استقلت من النادي، يبقى resigned معناها استقال. قلنا في الاول يقيل اللي هي يرفد fired، وقلنا بعد كده اللي هي بتساوي sacked و dismissed، كله التلاتة دول معناهم اترفد. اللي يستقيل بقى لو القرار جه منك قلنا resigned، لكن هنا بقى يتقاعد. انا قررت ان انا اتقاعد من الايه، من العمل بتاعي، يبقى I retired from my company. انا تقاعدت من الشركة بتاعتي او من المدرسة بتاعتي last year، السنة اللي فاتت. Come clean with me. Come clean with me. Come clean with me. ده تعبير شعبي اكتر منه عبارة، ولكن او جملة، ولكن التعبير ده اسمه come clean with me، ده معناه بالشعبي قوي 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 قوي، معناها خليك دغري، اتكلم بصراحة، قول الصراحة. come clean with me، او باللغة بقى الشعبية خالص خليك في السالك. خليك في السالك يعني ايه؟ خليك في السالك باللغة الشعبية قول الصراحة.
I wanted to check up on you. I wanted to check up on you. I wanted to check up on you. دي معناها انا بس كنت عاوز اطمن عليك. يبقى لما مثلا ممكن نمثل مشهد دلوقتي، لو حد كلمك في التليفون مثلا وانت مش متوقع المكالمة دي، فهتقوله what happened, what's going, ايه اللي بيحصل فيه ايه، فعلى طول تقول له ايه، هيقول لك هو don't worry، ما تقلقش، I wanted to check up on you، انا بس كنت عاوز اطمن عليك. I wanted to check up on you. It isn't worth it. It isn't worth it. It isn't worth it. الأمر لا يستحق. الموضوع مش مستاهل خالص. It isn't worth it. موضوع لا يستحق. You are dear to my heart. You are dear to my heart. You are dear to my heart. دي معناها أنت عزيز جدا على قلبي. Admit your mistake. Admit your mistake. Admit your mistake. دي معناها اعترف بخطأ. I will be frank with you. I will be frank with you. I will be frank with you. دي معناها أنا هبقى صريح معك. دي جملة مهمة جدا. I will be frank with you. معناها أنا هبقى صريح معك. We'll be right back.